الأخبار أنتم لاحظتوا وشاهدتوا بعيونكم وكاميرتكم وثقت الحدث وثقت المعارك. العدو حاول اليوم أن يتقدم من بعض الأماكن لكنه وجه بالجيش الوطني بالرجال الأشاوس بالأبطال بالمقاتلين فأذاقوها الويلات وولى هاربا، ويعني كان فيه من أثخنوا فيه من القتلى والجرحى، ورأيتوهم وهم يلوذوا بالفرار لأنهم يدفعون دفعا من قبل ميليشيات الحوثي تدفع بهذا القطعان تخبرهم أنه لا يوجد أحد من الجيش الوطني وأن الأرض لا يوجد فيها أحد فيندفعون دون علمهم، فإذا بهم يواجهون الجيش الوطني فيفرون هاربين يلوذون بالفرار يبحثون عن الطريق يبحثون عن سبل، أحيانا يضعهم الميليشيات الحوثي بدون أطقم بدون مواصلات ليدعوهم يموتوا في السوائل وفي الجبال وفي التباب. يعني الميليشيات لا يهمها من سيموت ولا يهمها من سيجرح ولا يهمها من سيؤسر. لاحظتم أنهم يتركوهم في العراء دون أن يجدوا أي مأوى إلا أنهم لا يجدوا إلا الفرار، والجيش الوطني لا حكم من تبة إلى تبة ومن سائلة إلى سائلة، وبإذن الله عز وجل أن الجيش الوطني قادر أن يلحقهم إلى صنعاء بإذن الله عز وجل. وكما تعلمون المعارك موجودة في صلب الآن، المعارك موجودة الآن يعني في نجد العتق، موجودة في يعني أماكن قريبة من الفرضة، المعارك دائرة موجودة.